بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من الماتش. اليوم الاربعاء اخر ايام الاسبوع الرياضي لمده ساعه وتلت، هنكون موجودين معاكم لمتابعه كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا باذن الله. منورنا كالعاده من بدايه الحلقه، بعتذر جدا لحضراتكم على التاخير، المره دي انا السبب، فانا اسف جدا جدا لكل واحد من حضراتكم واسف كمان لزملائي في البرنامج والقناه على التاخير. سيتعين على الاهلي الاجابه على سؤال مهم جدا، هو الدوري كان بيتلعب ازاي؟ لأنه خلال 50 يوم غاب الأهلي عن البطولات المحلية، لعب خلالها بطولات إفريقية، بل وعبر محطات صعبة جدا، عبر سان داونز وعبر الترجي وتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وما بينهما نجح في حصد بطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان. ولكن جمهور الأهلي نفسه مستني هذه الإجابة من الأهلي، العائد بصدام قوي مع المجروح جدا بيراميدز اللي هو كمان غير ثيابه وأقال مدربه الأرجنتيني أروى بارينا وعين اليوناني تاكيز جونيس. مواجهة مهمة جدا إحنا في ليلتها، وغدا اللقاء المرتقب بين الأهلي وبيراميدز، مواجهة اعتدنا أن تكون مثيرة وأن تكون حماسية وأن تكون في غاية الإثارة. أما في الزمالك فالاستعدادات مستمرة برضو على مستوى العودة للبطولات المحلية، وهو كده كده الزمالك كان فيها، لكن كمان الاحتفالات مستمرة بخصوص بطولات الصالات الدوري فيما يخص بطولة السلة. زينه النهاردة مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب بتكريم شيك وراقي للاعبي الفريق المتواجين، مع وعد بتكريم جديد لأبطال اليد وأبطال الطائرة على مستوى الدوري وعلى مستوى الكأس بالنسبة للفريقين المتواجين في وقت سابق ببطولات محلية سابقة. في الوقت نفسه اليورو النهاردة أجازة، وبكره كمان مفيش ماتشات، لكن عوده لمباريات ربع النهائي. وبالتالي ماذا يحدث في وقت بعد شويه ميسي هيكون عقده قد انتهى رسميا مع برشلونه؟ ازاي بيفكروا في اصوات الان في الوقت اللي فيه اصوات بتقول لهم ما تلاقوش ميسي مش هيلعب الا في برشلونه؟ اما بعد فقره من الاخبار فهينورنا الكابتن علاء عبد العال المدير الفني السابق لفريق اسوان للكلام عن اسوان وعن مواجهه الاهلي وبيراميدز غدا ونقاط أخرى في الماتش. خليكم معنا بعد الفاصل. لو سمعني أهلا بكم مرة تانية. آخر مواجهة للأهلي في الدوري كانت التعادل أمام الزمالك يوم 10 مايو اللي فات بنتيجة 1-1، بعدها توقف قطار الأهلي على مستوى المباريات ولعب ماتشات إفريقية توجه بنجاحات كبيرة جدا على أمل قنص لقب عاشر في دوري أبطال إفريقيا، لكن في المغرب أمام كايزر تشيفز يوم 17 زي ما قلنا امبارح، لحد دلوقتي الأمور زي ما هي والكاف مصمم أن هي تكون زي ما هي. يعود الأهلي بعد 50 يوما أو أكثر قليلا لمواجهة بيراميدز المجروح بتوديع نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، لكن اللي غير مدربه النهاردة الفريقين بقيادة الجنوب أفريقي واليوناني أعلنا قائمة الفريقين اللي هتلعب بكرة إن شاء الله مساء في قمة من قمم المسابقة اللي عادة ما بتدينا مباريات حماسية ومثيرة ونتائجها غير متوقعة مهما كانت ظروف الفريقين. قائمة لبيراميدز بتضم العديد من لاعبي الأهلي السابقين والزمالك السابقين، وقائمة من الأهلي منتشية بتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا. قائمة موسيماني جاءت كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، قدامهم في خط الدفاع محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بدر بنون، سعد سمير وعلي معلول، بمعنى أنه أيمن أشرف بيغيب للإنذار الثالث من ساعة مباراة الزمالك، ويغيب أيضا محمد هاني لعدم الجاهزية. أما خط الوسط فبيضم حمدي فتحي، عمرو السولية، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر وجونيور أجايي. وفي الهجوم مروان محسن بيعود وبيغيب والتر بواليا، وبيتواجد المهاجم الأساسي محمد شريف ومعه صلاح محسن ومحمود عبد المنعم كهربا. قائمة بيراميدز هنقولها، لكن بعد ما نرحب بنجم من نجوم الأهلي السابقين الكابتن علاء إبراهيم، وإحنا بنشوف مع بعض المستبعدين من قائمة الأهلي غدا سواء للإصابة أو لعدم الجاهزية أو لأمور فنية. كابتن علاء إبراهيم أهلا بيك، منور وحشنا. كابتن علاء ازيك؟ الحمد لله يا كابتن علاء، اخبارك ايه؟ زي الفل، منور الدنيا كلها يا كابتن علاء. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك. كابتن علاء، مباراه بكره مرتقبه، الاهلي بيرجع بعد سلسله ماتشات افريقيه ناجحه،
للبطوله المحليه بمواجهه بيراميدز، شايف ازاي الماتش ده؟ مباراة صعبة طبعا، بيراميدز خلينا متفقين يعني فرقة قوية جدا طبعا بتضم العديد، اعتقد عندهم يعني عكس الاهلي حتة التعويض دي بعد خروجهم من الكونفدرالية في ضربات الجزاء قبل النهائي، اعتقد هيبقى عندهم الدافع في رد الرد. النادي الاهلي طبعا منتشي الحمد لله بالبطولة قبل نهائي بطولة افريقيا وكاس السوبر، جاي من معارك الحقيقه معارك افريقيه سواء السوبر الافريقي او ابطال افريقيا في الدور قبل النهائي، اعتقد المباراه تبقى صعبه. مش عارف يعني حاسس ان الاهلي لازم يبقى فيه دم جديد، اللعيبه اللي لعبت الفتره اللي فاتت دي لازم تاخد راحه شويه، خصوصا اللعيبه اللي هتلعب ممكن يبقى عندهم الدافع اكبر لتحقيق نتيجه ايجابيه وتحقيق اداء كمان مميز ان شاء الله. بس يعني شايف انه الافضل انه يتم منح فرص لبعض اللاعبين اللي ما شاركوش كتير الفتره اللي فاتت؟ اكيد اكيد، لان ده ممكن يبقى الدافع. خطر بالنظر لانه ده بيراميدز. بص هو مباراه صعبه طبعا، لكن انت برضو لعيبه النادي الاهلي خلينا متفقين معظم لعيبه الاهلي كلهم من مستوى متقارب، يعني لاعب النادي الاهلي عنده لعيبه الحقيقه مميزه جدا، لكن اللي هيلعب بكره اعتقد ان بقى عنده دافع ان هو يثبت ان هو موجود، ان هو موجود على الساحه يعني، فاعتقد ان ده هيبقى دافع للمباراه انها تطلع بشكل كويس. تمام. طيب بالنسبه لهجوم الاهلي وعوده مروان محسن للقائمه في وجود المهاجم الاساسي الفتره الحاليه محمد شريف، وبسالك انت كنجم كبير من نجوم الهجوم في الكره المصريه كابتن علاء، شايف ازاي هجوم الاهلي في المرحله الحاليه سواء بالاساسي محمد شريف او البديلين وولتر بواليا او مروان محسن؟ يعني اعتقد لازم يبقى موجود مروان الفتره دي، هيبقى عنده الدافع برضه قوي زي ما انا اتكلمت من شويه وقلت ان اللعيبه اللي ما بتلعبش هيبقى عندها الدافع اقوى. مروان برضه فرد من الفروض الكويسين جدا، اعتقد هيبقى عنده دافع ان هو يثبت يعني او يبقى عنده دافع ان هو يعمل حاجه كويسه، ان يقول يبقى موجود الفتره اللي فاتت ما كانش موجود، فاعتقد ان دي فرصه متاحه ليه ان هو يثبت حاجه كويسه. يعني كلنا متفقين ان شريف الحقيقه حاله جميله جدا الفتره اللي فاتت، نتمنى ان هو يستمر عليها، لان انت عارف حته الهداف بالذات طول ما هو رجلي في الملعب طول ما بيهدف طول ما الكوره ماشيه والعجله ماشيه، فلو بعد ممكن الدنيا تقف ان شاء الله، يعني ما بعدش ولو خد فتره من الفترات برضه ان شاء الله يبقى موفق. بشكرك جدا كابتن علاء ابراهيم نجم الكره المصريه والنادي الاهلي السابق، تعليقا على مواجهه مرتقبه تجمع بكره ما بين الاهلي وبيراميدز. لكن قرار او رؤيه بيتسو موسيماني طبقا للتشكيل المتوقع اللي وصل لنا مختلفه تماما عن وجهه نظر الكابتن علاء ابراهيم، لانه هيلعب بنفس التشكيله اللي لعبت ماتشين الترجي الا في اضيق الحدود سواء لغيابات اصابه او لغيابات ايقاف زي ما قدامكم، بمعنى انه محمد الشناوي هو اللي هيحرس المرمى وهيكون قدامه بدر بنون كالعاده، ولكن بجواره ياسر ابراهيم لغياب ايمن اشرف للايقاف، وهيلعب اكرم توفيق زي ما حصل الماتشين اللي فاتوا على ناحيه اليمين، وعلي معلول ناحيه اليسار كظهير ايسر، في تواجد الثلاثي في خط الوسط عمرو السوليه، اليو ديانج، حمدي فتحي، وقفشه هيلعب برضو ناحيه الطرف بناحيه فيها اكثر حريه في تواجد اما حسين الشحات او طاهر محمد طاهر، وان كان الاقرب هو طاهر محمد طاهر تحت راس الحربة الصريح للاهلي محمد شريف. دي تشكيله متوقعه وصلت لنا بيفكر فيها بيتسو موسيماني. اما تاكيز جونيوس فقد اعلن قائمته الاولى في مباراته الاولى مع نادي بيراميدز في الدوري، واكيد ما اصعبها بدايه ان تلتقي مع الاهلي، فقائمته بتضم احمد الشناوي وشريف اكرامي في حراسه المرمى، خط الدفاع ايمن منصور احمد ايمن منصور، وبجواره احمد سامي وطارق طه واحمد فتحي ومحمد حمدي. اما خط الوسط فنبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ابراهيم عادل، اريك تراوري، احمد توفيق، احمد الشيخ، حمد الله على السلامه، ابراهيم حسن، محمود صابر، محمود حماده، عمر جابر، رمضان صبحي، وفي المقدمه محمود جوادي ودودو الجباس. قائمه لا تخلو من اسماء كبيره جدا، لعبه اغلبها للاهلي وللزمالك ولانديه حتى تصارع عليها الاهلي والزمالك حتى لو ما كانوش قد انضموا، بل وفي لاعبين لعبوا لبسوا تيشيرت الزمالك وما لعبوش في الزمالك زي عبد الله السعيد كابتن الفريق في بيراميدز، رمضان صبحي واحمد فتحي وشريف اكرامي وجهوا الاهلي في الدور الاول في لقاء انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. لكن يبقى السؤال، هل شريف اكرامي هو اللي هيحرس مرمى فريق تاكيز جونيوس ولا احمد الشناوي يستمر كما اختتم اروى برينا مشواره مع الفريق باشراكه اساسيا؟ حكم مباراه بكره هو الكابتن محمد عادل، وده بحسب ما اعلن اتحاد الكره من شويه، والكابتن بسيوني هو اللي هيكون حكم الفار في المواجهه اللي هتقام غدا زي ما قدامكم. محمد عادل حكم ساحه، مساعدان احمد توفيق وسمير جمال، حكم رابع مبروك نبيل، وكابتن محمود بسيوني حكم فيديو ويعاونه مصطفى الشهدي.
طيب بالكلام عن الاهلي وبعيدا عن الامور اللي داخل الملعب، فالنهارده الاهلي اعلن هو ولا ليجا رابطه الدوري الاسباني لكره القدم عن شراكه وتعاون بيتم من خلاله عمل رسائل ماجستير، وبالتعاون ده بيكون من خلال اسم من اسماء النادي الاهلي كمجلس اداره الدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره، اللي يعني عمل بروتوكولات تعاون كتيره بواقع اهتمامه بالاستادات وبالتطوير، فكمان هيبدا يحاضر لمجموعه من المتخصصين في تطوير كره القدم حول العالم، وده اعلنه النهارده الاهلي ولا ليجا. هيكون هو ضمن مجموعه من المدرسين الكثيرين من مختلف انحاء العالم، ودي اعتقد خطوه ايجابيه جدا. وبحسب لا ليجا فتم اختيار الاهلي باعتباره انه فريق تحول من الرياده الافريقيه الى مكانه دوليه حسب ما اعلن الاهلي في موقعه الرسمي النهارده. بالتوفيق باذن الله للدكتور محمد سراج الدين. طيب خليني اقول لكم انه فيما يخص الزمالك بقى، النهارده حصلت حفله شيك قوي تكريم لنجوم فريق كره السله المتواجدين بافريقيا ومن بعدها ببطوله دوري السوبر امام الاتحاد السكندري بنتيجه 84-80. عجبتني البساطه وفي نفس الوقت الشياكه وكمان طريقه تكريم النجوم وفي نفس الوقت المصطلحات اللي تم اختيارها لتكريمهم والوعد بالبناء وفكره كمان انه اللي ما تكرمش هيتكرم. منتخب الهاند بول دلوقتي متجمع عشان دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو، ففي دوره وديه فاغلب القوام من الزمالك وبالتالي صعب ان يتم تكريمهم. نفس القصه بالنسبه للطايره اللي خدوا بطوله الكاس بشكل ربما ما كانش متوقع، فتم وعدهم بكده. لكن كمان تم تكريم النهارده المدير الفني السابق للزمالك والحالي للاتحاد المصري لكره القدم مستر نيلو فينجادا. اعتقد ان يعني تزامنا مع وجوده في مصر يعني ده السبب، مش مؤشر لاي شيء اكتر من كده. وكمان تم تكريم الكابتن عادل عبد الفتاح باعتباره من مؤسسي كرة السلة في نادي الزمالك والمتوجة من ايام ببطولة افريقيا وبطولة الدوري السوبر. دي بعض الصور من تكريم فينجادا وغيره من نجوم الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المديرة حاليا لنادي الزمالك. النهارده في الزمالك بالمناسبة اوباما خد راحة هو امام عاشور باعتبار ان هم غايبين عن مواجهة يوم الاثنين اللي جاي قدام غزل المحلة في الوقت اللي اتعملت فيه تدريبات استشفائية ليهم ولحازم امام الظهير الايمن اللي ما لعبش المباراة الماضية امام مصر للمقصة ولا اللي قبلها في ظل مشاركة اللاعب التونسي حمزة المثلوسي. طيب طلائع الجيش كانت غلب الماتش اللي فات بنتيجه 2-0 من البنك الاهلي، فالكابتن عبد الحميد بسيوني عمل اجتماع باللعيبه عايزين نظبط الدنيا مالها ايه اللي حصل، ليه نتغلب 2 من فريق نتائجه اصلا مهتزه. فحصلت النهارده الجلسه دي على امل ان الفريق يتحسن نتائجه، وهو في المركز العاشر ب 34 نقطه كانت تحسنت جدا النتائج، لكن سقوط مزعج بالنسبه لفريق طلائع الجيش في الايام اللي فاتت. اما على مستوى الاسماعيلي فالنهارده كان بيلعب مباراه وديه مع المنتخب الأولمبي الفلسطيني اللي موجود هنا في مصر بشكل إعدادي، وانتهت المباراة بتعادل سلبي ما بين الفريقين، والإسماعيلي بيستعد بالمواجهة دي لمواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة يوم الاثنين اللي جاي بإذن الله. تعالوا نرحب هاتفيا بالمهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة. باشمهندس فرج أهلا بيك منورنا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يا رب تكون بخير يا فندم. الله يخليك ويبارك في سيادتك. كنت لسه بتكلم عن الاسماعيلي، ربنا يخليك، بتكلم عن الاسماعيلي فكانت نتيجه قاسيه على مستوى الخسائر غير المعتاده لسموحه الموسم ده 3-0، اعتقد كانت مزعجه جدا بالنسبه لك. والله طبعا هو الهزيمه هزيمه. يعني 1-0 زي 10-0. مظبوط. بس هو بعد 6-7 دقايق من بدايه المباراه انا ابتديت اشعر يعني ان احنا اليوم ده كنا يعني خارج التركيز تماما. كنا خارج التركيز تماما وان اللعيبه كان عندهم احساس ان هم ممكن يكسبوا في اي وقت. أيوه. وده اخطر حاجه، اخطر حاجه في الدنيا ان انت تحس ان انت تقدر تكسب المباراه او ان انت تستطيع انك تعمل شيء. فكنا مش مركزين ويعني ولعبنا بطريقه انا مش معتاد عليها. كان في برضه نوع من الفرديه طبعا وعدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وبعتقد برضه الضغوط الاعلاميه كبيره قوي على لاعبي سموحه والافراط في مدحهم طبعا. وهم ولاد صغيرين وشباب صغيرين اثر عليهم يعني، لكن قدر ما شاء فعل.
في عقوبات فوريه كانت اعتقد خصم مستحقات وايقافها مش كده؟ عملنا كده ان احنا خصمنا 50,000 جنيه من كل لاعب وطبعا وقفنا المستحقات زي ما بندي مكافئات. ايوه يعني ما لازم في ثواب وفي عقاب. مظبوط. وبعدين حكايه ان احنا يعني نعلن عنه في ناس تقول طب انتوا بتعلنوا ليه؟ طب اللي هو الشفافيه مطلوبه يعني والوضوح مطلوب. صح. ما بنعملش حاجه غلط. صح. وبعدين ما الانسان لما ابنه بينجح بيجيب له هديه ولما ابنه بيسقط بيعاقبه. مظبوط. بيحرمه من المصروف. يعني ده حاجه بيننا وبين هم اولادنا يعني واحنا عايزينهم يكونوا في احسن وضع واحنا كنا لو كسبنا كنا بقينا طبعا في المركز الثاني مؤقتا. ثبتت التواجد في المربع الذهبي يعني بالظبط. طيب. طبعا طبعا اتألمنا وحزنا ان احنا بنشتغل لهذا العمل وطبعا مش معقول هيمر حدث بهذا الكلام. لكن زي ما قلت لسيادتك انا بعد 5 دقائق حسيت ان الدنيا ماشيه مش حلو. مش سموحه. طيب هتكلم مع حضرتك عن بعض الاسماء في الفريق، لكن الاول النهارده تم تعيين الكابتن عادل طعيمه كرئيس لقطاع الناشئين، خطوه اعتقد بيبرز بيها الاهتمام بقطاع الناشئين من جانب حضرتك. والله هو انا مهتم بيه من زمان. والقطاع برضه يعني حقق بعض النتائج. بس بالنسبه للعدد الكبير قوي من الناشئين الصغيرين اللي في النادي واللي بيبداوا بمواهب كويسه، انا برضه محتاجين لخبره كبيره قوي. يعني طبعا مصر فيها كفاءات واحنا عندنا في النادي كفاءات. ايوه. لكن اكيد الكابتن عادل طعيمه عنده تاريخ طويل قوي ونجاحات كبيره قوي وطلع لعيبه كتير جدا. فيعني فرصه ان احنا نستفيد منه. طيب حسام حسن بحسب بعض التقارير راجع من اعارته على الزمالك، هل فعلا حصل اي اتفاق مع الزمالك بخصوص الموضوع ده؟ لا ما حصلش اتفاق مع الزمالك. هو الزمالك وانديه اخرى ترغب فيه. والزمالك طبعا قالوا ان احنا عايزين حسام حسن. قالوا مظبوط. وناس تانيه كتير قالت عايزين حسام حسن. لكن ما فيش حاجه حسمت من جانب الزمالك حتى هذه اللحظه. تمام. طيب هل طلبات حضرتك انه اذا راغب الزمالك في ضم حسام حسن ان مصطفى فتحي يكون ضمن الصفقه الى جانب مقابل مادي؟ انا ما اتكلمتش في اي حاجه ولا في اي تفاصيل ولا اتكلمت في اي حاجه. تمام. بس يعني احنا ما اتكلمناش في اي حاجه على الاطلاق. تمام ممتاز. طيب بالنسبه اتفضل. لاحمد عبد القادر، هل يعني في تواصل تم مع الاهلي ان الاهلي بيقرر عودته بعد اعاره الموسم الاولاني؟ برضو احنا ما اتكلمناش مع الاهلي في الكلام ده خالص. الكلام ده سابق لاوانه. لكن في النهايه ده قرار الاهلي وقرار طبعا الجهاز الفني بتاع الاهلي واللاعب. مفهوم. لكن طبعا احنا بنقدر اللاعب وبنتمنى له التوفيق. بس هو بس صغير لكن اللي فيه مصلحه هتتم. تمام. بشكرك جدا باشمهندس محمد فرج عامر، شكرا على وجودك معنا، رئيس مجلس اداره نادي سموحه على تواجدك معنا. طيب النهارده عبد الرحمن رشدان لاعب منتخب مصر للشباب، كنت قلت لكم من امبارح انه خرج مصاب في مباراه مصر مع تاجستان، واصابته كانت عباره عن كسر في احدى عظام الوجه، والنهارده عمل الجراحه وبحسب الأخبار فهيغيب من 2 إلى 3 أشهر عن المواجهات، فربنا يا رب يقومه بالسلامة. النهارده كده احنا هنلاعب منتخب السعودية، اللي كسب النهارده بكرات الترجيح منتخب السنغال، ففي السيمي فاينل هنلاعب منتخب السعودية، وده بتكلم بيه على بطولة كأس العرب للشباب. طيب فيما يخص منتخبنا الأولمبي، فغالبا المعسكر اللي هنعمله اللي هو الأيام اللي جاية هيكون في الإمارات، ده الأقرب اتجاه داخل اتحاد الكرة إن المعسكر يكون في الإمارات، وده بخصوص إنه يتم منع تشتيت اللاعبين عن يعني في التركيز قبل السفر إلى أولمبياد طوكيو بإذن الله. فده بحسب ما وصل إلينا. أما بخصوص بقى الأسماء المحتمل إن هي تنضم للمنتخب، فمن الكبار يعني من الكبار، فدلوقتي في احمد حجازي بنسبه كبيره جدا هيكون موجود، اكتر اللاعبين اللي ضمنوا مكانهم ولا هو عنده مشكله، وفي نفس الوقت الكابتن شوقي غريب عايزه في الوقت اللي هيكون فيه احتمال اختيار 2 من الرباعي، طارق حامد والونش والشناوي وايمن اشرف، وايمن اشرف بتزيد احتمالات وجوده بخصوص يعني ان هو بيلعب في اكتر من مركز يعني كمساك او كظهير ايسر.
طيب بالمناسبة القايمة كانت المفروض يوم 30 يونيو، لكن اتبعت لاتحاد الكرة امبارح بيتقال له ان الحد الاقصى لارسال القوائم 2 يوليو، وبالتالي لسه معانا، يعني معانا بكرة ومعانا بعده، وده السبب وراء عدم اعلان قائمة منتخبنا حتى الان في الوقت اللي فيه منتخبات اعلنت قوائمها النهائية، منهم منتخب استراليا ومنهم منتخب اسبانيا اللي معانا في مجموعتنا في الاولمبياد. طيب بالكلام عن الاولمبياد، فاحنا عندنا مشاركة فعالة مهمة جدا في الاولمبياد على مستوى التحكيم، كأول حكمة سيدة مصرية إفريقية عربية تشارك في أولمبياد طوكيو بإذن الله، أو في الأولمبياد عموما، لكن بتكلم هنا على لعبة السلة 3 على 3، وهي الكابتن سارة جمال حكمنا الدولي اللي معانا عبر زوم. كابتن سارة أهلا بيكي، منورة. أهلا بحضرتك يا أستاذ هاني، إزاي حضرتك، أخبارك إيه؟ أنا بخير الحمد لله. بحييك الأول على مشاركتك في تصفيات كأس أوروبا، وبحييكي من قبلها كمان على المشاركه في تصفيات افريقيا، وبتمنى لك التوفيق كمان في الاولمبياد المقبله، لانه ده انجاز كبير للرياضه المصريه. شكرا، ربنا يخليك. هو فعلا زي ما حضرتك بتقول، هي حاجه باسم مصر برضو، هي مش بس مجرد انجاز شخصي، هي حاجه باسم مصر، ودي مسؤوليه، يعني ان شاء الله تبقى مسؤوليه هكون على قد المسؤوليه دي ان شاء الله باذن الله. باذن الله. هبدا من اخر حاجه، الايام اللي فاتت 26 27 يونيو كانت مشاركه في بطوله او تصفيات كاس اوروبا اللي اتلعبت في رومانيا، عايز اسمع ازاي جت القصه، كواليس اختيارك كحكمه في هذه التصفيات. هو احنا طبعا اول ما اعلنوا الحكام اللي هي هتسافر اولمبياد طوكيو، اعلنوا ان هيبقى في خطه اعداد، فكان من ضمن خطه الاعداد دي ان احنا هنشارك في بطولات مؤهله لاولمبياد طوكيو اللي هي التصفيات زي ما حضرتك قلت، وكان من ضمنها كمان اللي هي تصفيات كاس اوروبا اللي انا سافرتها في رومانيا يوم 26 27 اللي فاتوا، ده كان من ضمن خطه الاعداد لطوكيو يعني ان شاء الله. طيب عايز تفصيلة سريعة كده، شرح موجز عن الفرق ما بين السلة 3 على 3 و 5 على 5 اللي هي الأشهر يعني. أيوة، هي طبعا 3 على 3 هي الشكل اللي يعتبر الرسمي أو المقنن للستريت بول زي ما بنقول، اللي هي كان الباسكت اللي بيتلعب بين أي ثلاث أشخاص بيجمعوا بعض ويلعبوا مع بعض مثلا في الشارع، في نادي، في أي مكان، بدون ان هو يبقى ملعب كامل. احنا بنلعب على نص ملعب في الثلاثة على ثلاثة، وبيبقى عدد اللعيبة اقل طبعا، الفريق بيتكون من 4 لعيبة، 3 بس في الملعب وواحد بره، فده اختلاف طبعا الجوهري يعتبر. وطبعا مدة المباراة كلها 10 دقايق، تمام، مش زي على 5 مش 4 اشواط وكده. طبعا 3 على 3 تعتبر اسرع لان مدة الماتش اقل، فبتبقى اسرع، رتم اللعب فيها بيكون اسرع، وبتبقى شوية الفيزيكلي او اللعب اللي هو البدني شوية زيادة يعني. ازاي استقبلتي خبر وجودك في الاولمبياد المقبل؟ ازاي تم اختيارك وازاي استقبلت الخبر؟ واخيرا ازاي بتستعدي للاولمبياد ان شاء الله؟ هو طبعا اختياري فيها ده احد احلامي يعني، طبعا وحلم اي حد ان هو يكون مشارك في الاولمبياد، طبعا دي حاجه كبيره قوي وحدث عالمي. الحمد لله انا تم اختياري ضمن ال 12 حكم اللي هم هيمثلوا التحكيم العالمي او تحكيم الفيبا في بطولات في بطوله طوكيو 3 على 3 لاول مره ان هي تدخل لعبه في الاولمبياد، فطبعا ده شرف كبير ليا ان انا اكون ضمن اول 12 يروحوا يحكموا هناك. ف طبعا فرحت جدا، اهلي فرحوا جدا، وكل زمايلي حتى عملوا لي حفله تكريم في اسكندريه، ويعني انا يعني ان شاء الله نفسي ان احنا نفرح نفس الفرحه دي بعد ما ارجع ان شاء الله اقدم اداء كويس هناك باذن الله. باذن الله. طيب يعني العناوين اهتمت جدا بكونك اول حكمه محجبه تشارك في الاولمبياد، وده عنوان حتى ما كانش بس عبر التقارير المحليه بل تقارير عالميه، لانه اول حكمه في العالم تشارك وهي محجبه، فعايز اعرف متابعتك انت للخبر ده بالشكل ده كان عامل ازاي، وهل اصلا ده واجهتي بيه صعوبه في بدايات تحكيمك قبل ما تصلي للمرحله دي؟ والله طبعا انا يعني فرحانه ان انا الناس بتعتبر ان ده انجاز، او ان انا فتحت طريق لاي بنت محجبه بعد كده انها ما تبقاش قلقانه انها ما تقدرش تشارك في بطوله دوليه او بطوله عالميه كبيره. هو الموضوع قبل كده ما كانش مسموح به مش كحجاب، هو كان الموضوع مش ما كانش مسموح باي مظهر ديني في الملعب مثلا، او حاجه ديانة معينة، بس هو اتسمح بيه بعد كده بشروط معينة في طريقة لبسه او كده، ان هو يبقى حاجة زي الاسترتش، ما يبقاش لي اي اجزاء منه ممكن تبقى يعني تؤذي في اللعب بالنسبة للعيب،
وبالنسبه للحكام كمان اتسمح بيه في نفس الوقت، فده فتح مجال كبير للبنات ان هم يتشجعوا ان هم يكملوا، ودي حاجه تفرحني جدا طبعا. باذن الله موفقه ان شاء الله كابتن ساره، ومبروك اكيد من قبل ما تشاركي، وان شاء الله مبارك لك كمان ادائك في الاولمبياد باذن الله. ربنا يخليك، والله شرف ليا ان انا اكون معاكم وقناه شكرا. البلد بتغطي كل احداث رياضيه بشكل كبير، ودي حاجه تشرفني، وان شاء الله نتقابل بعد الاولمبياد باذن بإذن الله. الله. شكرا ليكي كابتن سارة جمال، أول باشمهندسة سارة جمال بالمناسبة اللي هتشارك كحكم في الأولمبياد المقبل. بمناسبة الأولمبياد أو المشاركات التحكيمية، فالكابتن طارق سامي والكابتن محمد حسن هيشاركوا في بطولة العالم للصالات اللي بتستضيفها ليتوانيا كحكمين في هذه البطولة بإذن الله. طيب معنا بعض الأخبار الأوروبية، والدنيا مولعة على مستوى سوق الانتقالات الصيفية، لكن للمدربين قبل ما نشوفها او قبل ما نتابع ايه اللي حصل فيها، تعالوا نشوف تصريحات تاكيز يونيس في اول اهلا بحضراتكم مره تانية. النهارده او امبارح كانت في مباراه السويد مع اوكرانيا في اخر مواجهات دور ال 16 من يورو 2020، وكانت بطاقه حمراء اللي هي بتاعه دانييلسون هي المؤثره جدا في الاكسترا تايم، هي اللي ادت الى فوز اوكرانيا لان هم ضغطوا بعد النقص العدد اللي حصل لمنتخب السويد. لكن اللقطه نفسها كانت جدليه شويه، هي كانت فيها التحام قوي جدا برجله في قدم ارتيم بسيدين، فالحكم اداله انذار وبعد كده رجع للفار فقال انه لا ده طرد. وكانت القصه جدليه ليه؟ لانه هو شاط الكوره، بس بعد ما شاط الكوره كان لازم ينزل رجله، فنزلها على رجل اللاعب بسيدين، فاختلف بقى انه هو كان هيحط رجله فين، ما هو مش هينفع يحوشها يعني، هو لمس الكرة الأول، والبعض قال إنه لا استحق لأنه زي ما انتم شايفين الدخلة عنيفة قوي. المهم إن هو اتطرد ومنتخب أوكرانيا تأهل، لكن اللاعب اللي تعرض للإصابة ما كانش لاعب أكتر من 35 دقيقة طول البطولة، أول ماتش يلعبه يعني، أو أول وصل بمجموع الماتشات 35 دقيقة. النهاردة أعلن رسميا إنه رجع لأوكرانيا علشان يتعالج لأنه خلاص انتهى مشواره في هذه البطولة، إصابة كانت قوية قوي في الركبة، خرج على إثرها من البطولة ككل. طيب لكن على مستوى التعاقدات على مستوى المدربين، من ساعه ما مسي جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام هوتسبير وراح مسك روما، وهما من ساعتها الاول رايان ميسون مسك الفريق في نهايه المسابقات سواء دوري او ماتشات الكاس، وبعديها من ساعتها هما بيدوروا على اسماء، وقالوا انه الاقرب خلال الايام اللي فاتوا هيكون نونو سانتو البرتغالي اللي هو مدرب ولفرهامبتون بقاله 4 سنوات، قالوا كده بقالهم كذا يوم والنهارده اعلنوها رسميا. ف شبيه الكابتن مختار مختار بحسب ما بيشبهه الناس، انا مش شايف ان هو شبهه بس الناس بتشبهه بكده، هو اللي تولى مسؤوليه توتنهام هوتسبير. طبعا امور مختلفه، الراجل ده كان عامل شغل ممتاز مع ولفرهامبتون لكن بقائمه اقوى زي توتنهام هوتسبير وبانفاق اعلى، ومتوقع انه هنشوف يعني اداء ممكن مختلف من توتنهام هوتسبير، خصوصا لو نجحوا في الحفاظ على هاري كين اللي لحد دلوقتي ممشيش، ما راحش مانشستر سيتي لحد دلوقتي، لكن ما تعرفش طبعا ايه اللي هيحصل. على اي حال هو قال انه سعيد بالقصه دي وانه يعني بيتطلع الى تحقيق نجاحات كبيره مع الفريق اللندني. في نفس اليوم وبعد برضو سلسله من التقارير اللي قالت الخبر ده، النهارده اتاكد الموضوع رسميا، رافا بينيتس تولى مسؤوليه غريم ليفربول، الفريق اللي هو حقق معاه نجاحات دوري و ودوري ابطال اوروبا، بتكلم على 2005 تحديدا في الفتره من 2004 ل 2010. ايفرتون اعلن تعيين رافا بينيتس الاسباني اللي كان بيخوض تجربه تدريب في الصين وسابها في نهايه الموسم، ودلوقتي هيمسك ايفرتون، لكن هي جايه في ظل ما الناس في ايفرتون الجانب الازرق من ليفربول متضايقين جدا، لا ده واحد مسبب احنا ما بنحبوش، ده من يعني من اساطير ليفربول على مستوى التدريب بالنسبه لهم، فلا فكانوا حاطين لوحه كده او بانر قدام بيته انه ما توقعش مش عايزينك، وحطوا قدام الجوديسون بارك ملعبهم اعتراض، لكن في الاخر اداره النادي قالت لهم لا احنا اسفين الراجل ده هيمسك التدريب. دي كانت مكتوب فيها وي نو وير يو ليف دونت ساين، عارفين انت عايش فين ما توقعش. غضب جماهيري على اي حال. تعالوا نشوف ارقام رافا بينيتس في الدوري الانجليزي، بالمناسبه هو مسك خلفا لكارلو انشيلوتي، وكان قبل كده برضو في ريال مدريد مسك خلفا لكارلو انشيلوتي. في ارقامه في الدوري الانجليزي كالتالي، هو تولى تدريب ليفربول وتشيلسي ونيوكاسل في البريمير ليج، ادار 340 مباراه، فاز فيهم ب 168 مباراه وخسر في 90 والباقي تعادل فيهم، سجل فريقه 519 هدفا واستقبل
316 هدفا. الراجل واخد 586 نقطة من مجموع المباريات بتاعته في الدوري، خد جائزة مدرب الشهر 7 مرات برضو في مجموع الأندية اللي دربها، ما حققش قبل كده لقب الدوري الإنجليزي لكنه كان حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول، وتوج ب 12 لقبا خلال مسيرته في مع الأندية اللي دربها. طيب ليستر سيتي بمناسبة الكلام عن الدوري الإنجليزي، النهاردة أعلن التعاقد مع باستون داكا اللاعب الزامبي اللي كان بيلعب في سالزبورغ النمساوي. اعتدنا أن النمسا بتودي لاعبين لليفربول، المرة دي ودت لاعب لليستر سيتي، لاعب ماكينة تهديفية لكن برضو خبرة الدوري الإنجليزي مختلفة، إنما هنشوف. هي أعتقد أن هي صفقة إيجابية مهمة جدا عشان ينضم إلى هجوم ليستر سيتي اللي بيشهد تواجد طبعا جيمي باردي. دي صور الإعلان عن التعاقد مع داكا اللي عنده أو سجل 34 هدف في كل المسابقات الموسم اللي فات. طيب دي أخبارنا الأوروبية، لكن على مستوى الأمور المحلية بقى وبعض النقاط المهمة هنتكلم عليها مع الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان. إنما يوم الجمعة اللي جاية في مواجهة مرتقبة برضو بالنسبة لفريق سيراميك كليوباترا مع أسوان نفسه اللي كان بيدربه الكابتن علاء عبد العال. مباراة بالنسبة للفريقين مهمة جدا، بالنسبة لسيراميك كليوباترا والكابتن ضياء السيد بغرض العودة للنتائج الإيجابية بعد سلسلة نتائج حصل فيها تعثرات وكانت آخرها أمام الجونة. وبالنسبة لأسوان برضو أن الخسارة قدام وادي دجلة نتيجة قاسية 4-1 حطت الفريق في مرحلة شك، لكن ما بين الشك هنا والشك هنا في قلق متصاعد على مستوى أداء التحكيم وتحديدا من جانب إدارة نادي سيراميكا كليوباترا اللي شعرت في المرحلة الأخيرة أنه بعض القرارات التحكيمية بقت مؤثرة في نتائج الفريق وقللت من النقاط اللي حصدها في المرحلة الماضية. وبناء عليه جمعنا في هذا التقرير بعض القرارات التحكيمية الجدلية ضد نادي سيراميكا كليوباترا اللي بيوجهها النادي إلى إدارة اتحاد الكرة ولجنة التحكيم أو الحكام خوفا من أن تستمر هذه القرارات مش بس على سيراميكا كليوباترا بل على باقي الأندية في مرحلة حساسة جدا من عمر الدوري. نشوف. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش. النهاردة بنحتفل بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو العظيمة، الثورة اللي خلالها الشعب المصري أغلبه نزل الشارع المصري علشان يحافظ على هوية الشارع المصري. والحقيقة إنه ده كان بالتكاتف ما بين الشعب والشرطة والجيش، كل في مجاله وكل في حماية ما يستطيع أن يحميه من أرض مصر. وتزامنا مع ده منورنا النهاردة أحد الرياضيين من رجال الشرطة، الكابتن علاء عبد العال نجم التدريب المصري والمدير الفني السابق لفريق أسوان. كابتن علاء أهلا بيك منورنا. أهلا بيك يا هاني. أخبارك إيه؟ وكل سنة والشعب المصري طيب وبخير. بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو العظيمة حقيقي يعني، فكل سنة وكل مؤسسات الدولة بخير. كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن علاء، ويا رب يحافظ على مصر دايما باذن الله برجالتها وبمواطنيها الشرفاء وبرئيسها العظيم. أكيد. فعلا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي فعلا انقذ مصر من ورجع لها هويتها ورجع لها ريادتها على المستوى الافريقي وعلى المستوى العالمي. الراجل ده راجل عظيم فعلا يعني، مش نفاق ولا رياء. اكيد. لا حاجه رائعه، واحنا شايفين ولمسين بيعمل ايه في البلد. مظبوط. بيعمل ايه في الجمهوريه، فعلا جمهوريه جديده. صح. يعني الشعار اللي نازل جمهوريه جديده، لا مصر جديده فعلا. فبنشكره جدا يعني. انت عامل ايه بقى؟ منورنا. كويس. وحشني. حبيبي وانت اكتر والله يعني. بتبقى الايام اللي بعد نهايه مرحله شغل دي بتبقى عامله ازاي؟ اوصف لي الاحساس يعني. بتبقى زعلان ولا بتبقى محتاج ترتاح ولا بتبقى قاعد في البيت كتير ولا بتنزل؟ بتقضي اول ايام دي ازاي؟ لا هو عامه حته قعد في البيت الواحد بحكم شغلته سواء لو ما كنت ضابط شرطه او مدرب، ما بنقعدش في البيت. يعني نادرا لما بنقعد في البيت. يعني بيبقى على طول بيتات بره، اذا كان خدمات وانا ضابط شرطه، اذا كان معسكرات وانا مدرب. فحته القعده في البيت دي يمكن حتى الولاد والاهل البيت تعودوا على كده يعني. انما بيتشمع عليك ضغوط. يعني انت وانت في المهنه والمنافسات بيبقى في ضغوط غير عاديه.
بتفكر في الفرقه وبتفكر في المباريات واللي فات واللي جاي واللعيبه. فلما بيحصل فتره راحه الى حد ما الضغوط بتقل شويه. انما ما ببقاش مبسوط. انا اتعودت دايما تبقى رجلك في الملعب دايما. دايما يعني الحمد لله، يعني انا من المدربين المحظوظين اللي الحمد لله بشتغل باستمرار. مزبوط. يعني ما بقعدش فتره طويله يعني. أيوه. الحمد لله. فبحب كده. بحب شغلي يعني. انما براجع نفسي. برضو في امور كده كتيره جدا براجع نفسي فيها. تمام. في الفتره اللي فاتت ببدا برضو المستقبل طبعا في علم الغيب. انما الواحد برضو بيخطط بيشوف هو اخطا في ايه. هل اخطا في 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 قبول بعض المهام؟ هل اخطا في حاجات معينه؟ اكيد بتبقى فتره قاعده مع النفس يعني. وحضرتك بتطرح على نفسك التساؤلات دي جاوبت عليها؟ هل اخطات في قبول مهمه تدريب اسوان؟ لا، مش عملية اخطأت. هو وبرضو عشان برضو ما تتفهمت غلط ان انا لما قلت ان انا غامرت باسمي، لا انا ما غامرتش. ما قلتش ان انا غامرت باسمي، انا بقول انا غامرت اسوان. كل الكل يعني من الامور كانت صعبة جدا بالنسبة لها. نرجع من البداية هاني، ان فريق يتعاقد مع 27 لاعب مرة واحدة، وده كان غصب عن الاداره برضو. يعني انا بتكلم كلام واقعي. وده من حال ولسان الاداره نفسها، ان انا قعدت معاهم وتعايشت معاهم، هم ناس محترمين جدا طبعا. انما لما بيجي بيع للعيبه، ويمكن اول مره اسوان يتعرض لموقف زي ده. يعني انا كنت في الداخليه اتعودت على كده، والداخليه متعوده على كده، انها بتطلع لعيب اثنين، تبيع اثنين ثلاثه اربعه لعيبه، بس بيبقى فيه قوام رئيسي. وكان ربنا بيكرمني ان انا بعرف اخطاء اللعيبه بشكل كويس. اسوان اول مره الموسم اللي فات عملوا موسم استثنائي، موسم كويس، ظهر عندهم لعيبه بشكل كويس، جالهم فلوس كويسه، فكانت فرصه بالنسبه لهم. وخاصه لازم نعرف الامكانيات. نادي اسوان ما عندوش الموارد اللي تساعد على وجود ماليات عنده. فلما جالهم بيع اكتر من لاعب، بالاضافه كمان ان هم كانت اغلب اللعيبه اللي عندهم الموسم اللي فات برضو اعارات. يعني انت عارف دايما بيبقى فيه لعيبه بتبقى في انديتها مش واخده فرصتها. فيقول لك انا اروح اضمن ان انا العب عشان اسوق نفسي. مظبوط. فتعرضوا لموقف ان لقوا على نهايه الموسم مفيش لعيبه. وبعدين الموسم اللي فات لما انتهى تلحم فيه الموسم الجديد على طول. مظبوط. فهم طبعا كانوا الكابتن كشري كان نهى، وقبل كان الكابتن مجدي، فاختاروا طبعا الكابتن سامي، وبرضه بديله العذر ان هي كانت المرحله والمسافه قريبه جدا عشان يختار ويلاقي نفسه ما فيش غير خمسه او سته لاعبين من القدامى هم اللي موجودين، منهم اثنين حراس مرمى. كان الموضوع صعب بالنسبه له. يعني فتم اختيار اللاعبين وبدا الموسم بشكل كويس، بس حصل انتكاسه بعد كده اربع مباريات بالظبط. طيب هو السؤال انه هل وقت ما جالك الاختيار ده او الاحتمال انك تتولى مسؤوليه اسوان خلفا للكابتن سامي شيشيني، حطيت قدامك فكره ان انا ما بحبش القعده في البيت وبحب رجلي تكون في الملعب دايما، مع ان اسوان بالظروف الصعبه اللي قلتها دي على مستوى التعاقدات وعلى مستوى الامكانيات الماديه، فقررت انه لا انا هروح مهما كانت صعوبه الموقف؟ يعني هي رغم ان كان جاي لي عروض، بس يعني او كنت ممكن انتظر. انت عارف انت دايما خلال الموسم بتظهر بتستنى. بس انا يمكن ما لحقتش. يعني كنت انا يعني تركت بتروجيت ومفيش اسبوع 10 ايام لقيت مسؤولين في اسوان بيكلموني. فقبلت المهمه، لان برضو ليها خلفيه قديمه ان اسوان دي بلدي يعني. يعني الجذور اسوانيه، وهم كانوا عايزيني من فترات قبل كده، فكان صعب جدا ان انا ارفض او اعتذر رغم الظروف الصعبه اللي موجوده. وانا بحب التحدي. ايوه. يعني انا دايما يعني يعني قابلت قبل كده مهمه مع الداخليه بعد ما تركت انبي. ايوه. وكان الداخليه كان اول الهابطين، واخر 10 مباريات قدرت اقعد بيهم لاخر مباراه. فهي الامور كلها خلاص ان انا رايح في اتجاه اسوان، لان عايز اعمل لهم حاجه. تمام. بشكل كويس. ورحت لقيت فعلا في بعض الامور، في مشكله في 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 اللعيبه من الداخل، حاله من الاحباط. بدات ارتب البيت ومعايا الجهاز الفني طبعا اللي بشكرهم. وعايز اقول لحضرتك حاجه هاني، والله انا من ساعه ما تركت اسوان بقالي 3 ايام 4 ايام التليفون كله كلمني، سواء جهاز فني، اداري،
اللعيبه كلها كلمتني. جميل. فده شيء جميل يعني. انت عارف دايما ممكن اللعيبه بتبقى زهقانه من مدير فني فما بيتصدق ان هو يمشي. ايوه. لا ده هم يعني هم نفسهم اتفاجئوا ازاي يعني وبتاع الكلام ده. انما فانا من خلالك بشكرهم، بشكر اللاعبين، بشكر الجهاز الفني والاداري على الفتره اللي انا قضيتها معاهم. في البدايه كانت يعني هبدا من البدايه وبعديها هنروح لحد نهايه القصه يعني، لانه بدايه المباريات كانت تعادلات تعادلات تعادلات، بعد كده انتصارين، فكانت مرحله جمع نقاط في بدايه المهمه رغم صعوبتها بحسب ما بتقول، لحد ما جت اول خساره كانت البنك الاهلي بحسب ما اتذكر. أيوة. مش كده؟ كان يعني البدايه الحلوه قوي على مستوى النتائج اللي منها تعادل مع الزمالك. ايوه. ليه تحولت بعد كده؟ ايه اللي حصل بعد ما كان واضح انه الكابتن علاء ماسك الفرقه وفاهم هو عايز منها ايه وعارف يوصل للي هو عايزه، ايه اللي حصل بعد كده نتائج مهتزه؟ لا هو طبعا انت البدايه انت رايح على فرقه كان ناقصها كتير يعني، حتى الكابتن سامي نفسه اشتكى من الشق الهجومي. لان انا فوجئت ان اغلب التلت الهجومي ولاد صغيرين يعني 99 و98 الكلام ده كله مواليد يعني 99 و98 فما عندهمش الخبرات. احنا بنتكلم في انت بتلعب في دوري قوي، دوري قوي جدا، الدوري المصري السنه دي اللي بيكسب ده بيبقى حاجه كبيره جدا. فكنت لازم اتحسس البدايات. انا اللي اقدر عليه ان انا ابدا اوظف اللعيبه بشكل كويس في الملعب، اقدر اوقف خطوره المنافس. مظبوط. وده اللي انا اشتغلت عليه. ان انا ازاي اوقف خطوره المنافس بحيث ان ما تغلبش، لان احنا طالعين من 4 هزايم كان مع الكابتن سامي اخر حاجه 4 هزايم، فازاي اوقف خطوره المنافس. فكنت بشتغل على توظيف اللاعبين، طريقه ايقاف الفريق المنافس. كنا بنهاجم على استحياء، كرات ثابته الكلام ده كله، لان ما كانوش لعيبه لسه خدت الشغل بتاعنا. فده كان طبيعي وكان محالفنا التوفيق وقدر الولاد ينفذوا بشكل كويس وكانت الروح عاليه وتعادلنا حوالي 5 مباريات، جمعنا 5 نقاط. وبعد كده جه انتصارين فعلا زي ما انت قلت على الاتحاد الاسكندري وعلى المقاولين وفوز الكاس كمان اللي كان على سوهاج، وكان فوز الكاس على سوهاج. اذا في مرحله انتقاليه البدايه كانت فعلا منتعشه جدا. والناس اتكلمت على ان اسوان يعني بقى خلاص عارف طريقه او ازاي ما يخسرش مباريات. لا اصل انت مش يعني حته ان انت ما تخسرش ان انت ما تضمنهاش، اكيد مش هتستمر يعني. انت مش هتستمر لان انت برضو انت في عوامل اخرى كتيره زي ما قلت لك، فطبيعي جدا ان انت تخسر ما فيش مشكله. فانت كانت الصدمه ان انت تخسر من البنك الاهلي، بس لازم نقول ان البنك الاهلي فريق قائمته فيها خبرات مختلفه تماما عن خبرات اسوان، كبيره جدا. كان المكسب كان هيفرق معانا جدا. خسرنا 2-0 يمكن لو تفتكر المباراه دي، عمرو حلواني ضيع ضربه جزاء قبل ما واحنا 0-0 دي، لو الكره دي دخلت كانت غيرت المسار المباراه تماما. بمناسبه عمرو الحلواني يعني اتكلمت على انه كنت بتعتمد لو عايز تهاجم الاول بتحاول تدافع، لو عايز تهاجم كرات ثابته. فعمرو الحلواني السنه دي ما بين اهداف بيسجلها بكرات ثابته او صناعات اهداف بيصنعها بركنيات، لاعب اعتقد كان من اهم اسلحتك الهجوميه الموسم ده. عمرو يعني هو فعلا حاله استثنائيه الموسم ده، ادى موسم بشكل كويس قوي. انما لازم نعترف برضه ان هو اداؤه تطور معانا. يعني احنا اشتغلنا شغل بدني كويس قوي، اشتغلنا شغل فني. عمرو كان مفتاح لعب من مفاتيح لعب الفريق. متميز جدا بالدقه في التمريرات او الكرات الثابته، سواء اللي تعمل كروسات لزمايله او على المرمى مباشره. انما مش عمرو لوحده اللي كان بيلعب، اكيد. لا طبعا لازم نقول ان كان في لعيبه على مستوى عالي جدا زي شبانه، زي جابر ميدو، زي احمد سالم صافي. يعني انا جيت احمد سالم صافي ما كانش بيلعب، بدات ياخد من مواسم الهايله اللي عملها احمد سالم صافي. محمد اسامه ما كانش بيلعب خالص. لا وظفته يمكن يعني هجوميا. اخر مره انا قابلت حسام حسن كنا بعد المباراه مع الاتحاد الاسكندري، كان دربه في المصري، قال لي ده كان بيلعب ديفندر، انت خليته راس حربه ازاي؟ مظبوط. فبدات اوظف. طيب نرجع تاني معلش. انا مسكت في شهر 12 او قبل انتقالات يناير، عايزين نجيب لعيبه. وفي لعيبه انا شايف صغيره مش هتدي خلال الموسم، واتفقت مع الاداره على هذا الاساس. جبنا اللي كان متوفر لينا
يعني زي عبد العزيز موسى عنده خبرات كبيره في الدوري واضاف للفرقه واضاف واحرز هدفين منهم هدف المقاولين وهدف الاتحاد. جبنا محمد جبال تريكا، جبنا ايمانويل جيبتور من المحله، اشرف مجدي اللي هو عمل حاله هجوميه كويسه. ودول تخيل انت اللعيبه دي ما كانتش تلعب في انديه، ما فيش غير ايمانويل جيبتور يعني جيبتور على طول معاك بيلازم الكابتن علاء عبد العال. هل ده تفاؤل ولا اللاعب ده بينفذ اللي الكابتن علاء عايزه؟ لا هو لاعب تكتيكي، لاعب ديفندر رقم 6 اللي هو بيقطع بشكل كويس قوي والباص سليم عنده تمام، انما مش الديفندر العصري مفهوم مش اليو ديانج. ايوه ما يساعدكش هجوميا، هو يقطع ويسلم اللي جنبه، فليه مهام معينه في مباريات معينه. ما انت لازم لما تعمل فريق يعني لازم بتعمل كوكتيل تنوع، يعني تنوع بالظبط كده. تقدر امتى تستخدم اثنين ديفندرات يقطعوا بشكل كويس، امتى تقدر تستخدم ديفندر زي هيثم الفيل مثلا ديفندر وفي نفس الوقت بيكمل هجوميا وبيسجل اهداف فانت لازم عندك التنوع ده عشان تقدر تشتغل على حسب المنافس اللي قدامك. فنرجع تاني في يناير برضو كان فات 7 مباريات على انتقالات يناير يعني فبالتالي ما فيش فريق هيقدر يفوت لعيب كويس عنده مميز. فقدرنا نجيب في بعض اللعيبه كنا اتفقنا معاهم ومجلس الاداره اتفق معاهم من الاسماعيلي ما جوش عشان خاطر اتعرض عليهم مبالغ اكتر. كنت اتمنى وكان في اتفاق ان احنا نجيب لاعب افريقي مهاجم على مستوى عالي، يمكن الظروف برضو ما سمحتش او كده. فخلاص انت خلاص انت ما معكش غير القماشه دي ومعاك اللعيبه دي فبدات اطلع منهم اقصى حاجه. ولغايه دلوقتي لغايه ما انا مشيت من اسوان الفريق ليس من الثلاثه اللي تحت بس قرب من الثلاثه، قرب من الثلاثه ده شيء طبيعي. ما احنا لازم برضو هاني لازم نشوف انت فين مظبوط، ودي الرساله دي او الكلام ده انا بوجهه لجمهور اسوان عشان هم عاملين ضغط على الاداره وعلى الفريق. انت لازم تبقى عارف انت بدايتك ازاي وانت فين من الفرق اللي تحتيك كمان. مفهوم. انت ما بتتكلم على دجله، نادي دجله المستقر بقاله اكتر من 3-4 مواسم بنفس التيم ونفس الفريق والهيكل الرئيسي، وانت طول الموسم انت متقدم عليه. لما تقول انتاج الحرب بامكانياته وانت متقدم عليه، لما تقول بنك الاهلي اللي هو لسه صاعد حديثا، انما زي ما انت قلت من شويه فريق جايب لعيبه على مستوى عالي قوي انت متقدم عليه. الفرق بينك وبين المقاولين اللي هو كان بينافس الموسم اللي فات مفيش 3 بونت او 4 بونت وفاضل 8 5 بونت حاليا. هو الجدول قدامنا هو الانتاج الحربي طبعا هو الابعد ب 17 نقطه في المركز الاخير، قدامه البنك الاهلي وادي دجله كلاهما يمتلك 22 نقطه. فوز دجله على اسوان اخر مباراه لحضرتك خلت الفرق 2 لاسوان على دجله والبنك الاهلي، وفوق اسوان في المقاولين العرب ب 29 نقطه. وبالتالي الوضع من وجهه نظرك كابتن علاء فيما تبقى من الموسم، يعني لو اتكلمنا على 8 ماتشات متبقيه بالنسبه لفريق اسوان، الوضع بالقائمه بالظروف الحاليه بالماتشات المتبقيه للفريق وللفرق اللي تحتيه، بتكلم تحديدا على البنك الاهلي ووادي دجله، تفتكر ان اسوان مهدد بالهبوط؟ هو لازم نعرف من البدايه خالص ان احنا كنا او الاداره لازم تعرف والجمهور لازم يعرف بالاحداث اللي حصلت في بدايه الموسم ببيع اللعيبه باللعيبه اللي كانت متاحه فقط هي اللي موجوده، ان اسوان لازم هيعاني تمام، لازم هيعاني ويعاني لغايه اخر مباراه في الدوري. انما يعني ما اخبيش عليك انا كنت واثق تماما ان اسوان هيقعد باذن الله لان المباريات المتبقيه ممكن ناخد منها نقاط بشكل كويس قوي. حتى في مباريات يعني مثلا مباراه المقاصه احنا خسرناها واحنا الافضل، مباراه الاتحاد السكندري خسرناها واحنا الافضل. يمكن انا المباراه الاخيره دي اللي هي دجله دي لا اللعيبه كانت في حاله غريبه. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش يعني انا يعني هي المباراه حاله غريبه. انت بادئ باول دقيقتين بانفراد لمحمد اسامه بتتشاط الكره تيجي جنب القائم، بنفاجئ بكره من ضربه مرمى، الكره ترد الكره الثانيه، الكره من حوالي 40 يارده. عمر رضوان لازم نعترف ان هو حارس مرمى كويس، نبص كلنا اتفاجئنا انها جوه المرمى. يعني حاله غريبه. بعديها مفيش تلاقي هدف تاني ثالث رابع في ظرف نص ساعه، يعني في ظرف 30 دقيقه. فاقصد اقول لك ان في متغيرات داخل الملعب بيبقى مدير فني بعيد عنها خالص، حاله اللعيبه هل اللعيبه
يعني كان في قصور من بعض اللعيبه مش متعدين. هل شكيت في قصور متعمد من بعض اللعيبه؟ لا لا ما اقدرش اقول كده، لا 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 ما اقدرش، ان هم بالامانه هم كلهم لعيبه محترمه و و و و والروح اللي كانوا عليها خلال المباريات، ويمكن شفت مباراه الكاس مع مع المصري وهم هم اللعيبه، ان احنا لغايه اخر خمس دقائق واحنا مغلوبين 2-0 مظبوط بنرجع، والروح العاليه دي ما اعتقدش ان يبقى في قصور متعمد، وخاصه انا بقول لك ان اللعيبه ما فيش لعيب ما تواصلش معايا بعد ما مشيت. وده برضو معلش انا يعني فرصه ان انا ارد على الكابتن مجدي سبالك نائب رئيس النادي، لان في احد الحوارات اللي سمعته قال لك ان كان في مشاكل مع الكابتن علاء مع اللعيبه. لا انا اسف يا كابتن مجدي، انا علاقتي كويسه جدا باللعيبه، اذا كان في مشكله فنيه مع لاعب او اتنين مش فهي مش فنيه بفنياتهم دي ما تبقاش مشاكل. دي مين اللي كان عندك بعض التحفظات على الناحيه الفنيه بالنسبه لهم؟ لا مش يعني بدون ذكر اسماء هم عارفين إن من ابناء الفريق من اصلا؟ لا مش من ابناء الفريق، من اللي جم في يناير، وانا ما كنتش مقتنع بيه ان هو يجي، انما اتحطيت في موقف ان اللعيب ده كان رايح نادي واحنا جبناه عشان خاطر ان هو يبقى معانا، فخلاص ماشي يبقى موجود، انا ما عنديش مشكله انتوا كقايمه او كنادي من لكن مش هشاركهم لان انا اللي هي الاختيار بالظبط كده. فلا لا انا علاقتي كانت جيده جدا وما زالت العلاقه جيده جدا باللاعبين، لا ما فيش تعمد اكيد. انت كره القدم فيها يوم ليك ويوم عليك، ممكن ما يبقاش يومك، فهي كانت يوم دجله يعني ان كل كره رايحين بيها بيسجلوا بدري، فخلاص كانت الامور صعبه جدا ان انت تخش في الجيم. طيب ما لعبتش الاهلي صح؟ ايوه الاهلي لسه عنده ماتشين مع اسوان اللي هو دور اول ودور تاني، لكن لكن الايام اللي جايه في ماتش منهم مع الاهلي يوم 29 بالظبط. الكابتن بيبو هو اللي بيتولى مسؤوليه الفريق حاليا بشكل مؤقت، هو اللي هيقود مباراه الفريق امام سيراميك كليوباترا يوم الجمعه اللي جاي. تفتكر يعني هل تواصلت معاه؟ هل شيء عارف الطريقه اللي ممكن يدير بيها الفريق؟ هل الفريق في امان لو لسه ما تعاقدش مع مدير فني في تواجد الكابتن بيبو؟ هو طبعا يعني الكابتن بيبو لسه يمكن متواصل معايا لغايه امبارح، يعني مكلمني وبيسلم عليا وطلب مني ان الجهاز كله هيقعد معايا كمان بعد مباراه سيراميك بعد ما رجعوا من السويس. انما لا انا ما تطرقتش معاه في اي فنيات، طريق الحريه تماما، انما انا تحت امره. لو هو عايز يستشيرني في اي حاجه انا تحت امره، انما انا ما اقدرش ان انا افرض نفسي عليه او على فريق اسوان دلوقتي، انما بتمنى له التوفيق طبعا. طيب انا عايز اقف عند محطتين، محطه مبهجه جدا اللي هي ماتش المصري في الكاس، ومحطه قاسيه جدا اللي هي مباراه سموحه في الدوري. وازاي كمان تفاعلت بعدها، لانه بعد الخساره 5 الناس قالت ان ممكن الدنيا تقع، لكنك كسبت ماتشين، كسبت امبي وكسبت الجونه بعدها. طيب صح؟ كسبنا الجونه في الكاس وتعادلنا مع الجونه في الدوري برضو. مظبوط. هتكلم على مباراه سموحه الاول بالترتيب، يعني 5-0 النتيجه الاقصى في الدوري السنه دي، كانت ايه ظروف المباراه دي يا كابتن علاء؟ لا هي ظروف المباراه احنا بادئين بشكل كويس قوي، برضو يتحسب عليك ضربه جزاء بتفتح المباراه، بيحصل إصابة محمد شبانة وهو ده من أفضل المدافعين في الدوري هذا الموسم، بيتصاب وبعد الهدف الأول بيطلع بيعمل فراغ دفاعي، لازم أعترف بالكلام ده كله. لازم أعترف إن فريق سموحة فريق مميز، عنده لاعبين يقدروا ينفذوا بشكل كويس. كابتن أحمد سامي أنا بعتبره من أفضل المدربين في الدوري المصري، قدر يوظف لعيبته بشكل جيد جدا. خلاص يعني برضو دخل هدف في الثاني، مفتوحه قوي يعني كانت مهدده بزياده الاجوال. لا والله هو فعلا فتحت، يمكن انا خفت ان الدنيا تفتح اكتر من كده صح، انما لا اللي حصل العكس، احنا تماسكنا في اخر 30 دقيقه وقدرنا ان احنا نوصل، وعلى الاقل وقفنا نزيف الاهداف. انت ممكن يحصل نوع من الاحباط. مظبوط صح، هو كان باين ان في احباط فعلا. برضو في بعض اللاعبين مش في حالتهم، ما هي دي بقى الحاجات اللي انا بقول لك، انت ممكن تبقى عامل ماتش كويس قوي وتلاقي الماتش اللي بعديه اللعيب اللي كان هايل مش في المود. دي انا بعتبرها دي مشكله اللعيب نفسه. هل هو ما هيقش نفسه؟ هل هو سهر؟ هل هو افتكر ان هو عمل كل حاجه؟ ودي مشكله اغلب اللاعبين في مصر،
ان ممكن بيفرح بمباراه واحده او مباراتين او افتكر ان هو عمل كل حاجه. لا، هي استمراريه. الاستمراريه احنا بناخد امثله كتيره قدامنا. قبل ما نروح لماتش المصري، لانه المباراه كانت دراميه جدا وعوده من بعيد قوي في اخر دقائق يعني من اللقاء، اتكلمت عن شبانه اللي غيابه بيكون مؤثر قوي على الفريق. لاعب عنده 30 سنه، لكن فعلا اداؤه اللي مركز معاه في مع اسوان هيلاقي انه مدافع متميز. عايز اعرف منك ايه اهم مقومات اللاعب او اللي بيخليك تعتبره من اللاعبين المهمين في الفريق؟ اولا شبانه اعتقد 26 سنه مش 30. 26 سنه؟ لا صغير. مش 30 سنة. لا 26 سنه. تمام. كنا جبنا المعلومه من احد المواقع فبعتذر ان انا قلتها 30 سنه من كام يوم. لا اعتقد 26 سنه محمود شبانه. تمام. لا مميز. المدافع مميز بالقوه. كورته حلوه. يعني بسم الله ما شاء الله التوك اوف بتاعه عالي جدا وكل الكرات العاليه، ودي اهم ميزه في المدافع بالذات المدافع الوسط، انه لازم يكون متميز بضربات الراس. ايوه. الدفاعيه والهجوميه. يعني برضه هو احرز اكثر من هدف لفريق اسوان الموسم ده. لا انا بعتبره من افضل المدافعين في الدوري المصري. وبالاضافه كمان لشخصيته، يعني هو لاعب له شخصيه في الملعب. لاعب مؤدب جدا، يعني انا شايف فيه كل عوامل اللاعب الناجح. تمام. حلو قوي كلامك عنه. دي حقيقه. الزمالك عايزه، او من ضمن اللاعبين اللي الزمالك بيدرس التفاوض بخصوصهم؟ اعتقد ذلك. يعني يمكن هو لفت النظر بشده، والزمالك ممكن يكون فعلا محتاج في المركز ده. ان محمود علاء برضو احتمال يطلع اعاره، انما احتمال يطلع اعاره. وكمان الزمالك والاهلي لازم بيعملوا الاربع وخمس سنين لقدام. يعني لما يجيب مثلا واحد زي محمد شبانه ويبدا عنده 26 سنه ويستمر، يعني زي مثلا في النادي الاهلي احمد علاء. احمد علاء لما جه من الداخليه النادي الاهلي خده، بس عشان يبدا يرجع النادي الاهلي ودى اعاره سنتين. احمد علاء راجل استنج دلوقتي في النادي طلع الجيش. ومن اساسيين النادي طلع الجيش، انما لما يرجع النادي الاهلي، وخاصة ان في سعد سمير عنده اصابات، السن بيكبر، نفس الموضوع مع اكتر من واحد. فلا شبانة اعتقد الزمالك لو بيفكر فيه اعتقد هتبقى من الصفقات الناجحة. بس انا بقول لشبانة رسالة لي. أيوة. يركز مع فرقته مع اسوان لغاية ما يعدي الكبوة دي. ودايما انا كنت بقولها له وقلت له استمراريتك في الملعب بالاداء القوي هيخلي الفرق الكبيرة تبقى عايزاك باستمرار. طيب. ماتش المصري تأخر 2-0، هدف في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني، ناقص 3 دقايق على نهاية المباراة، بتسجل هدفين عمرو رضا وأشرف مجدي. بالظبط صح. وبالتالي بعد كده لجوء لركلات الترجيح وعودة من بعيد قوي وانتصار كبير بركلات الترجيح وتأهل للدور اللي جاي. إزاي ده حصل؟ يعني هل كان عندك في أواخر المباراة أو طول التأخر 2-0 ثقة إن الفريق راجع؟ إزاي؟ لأن أدائنا كان كويس. اللعيبة حالتها كويسة. والحمد لله الواحد اتعامل مع المباراه دي بشكل جيد، يعني انا لدرجه ان انا في اخر مباراه واحنا مغلوبين 2-0 انا طلعت 2 ديفندرات اللي هم من نجوم المباراه، كان عبد العزيز موسى وهيثم الفيل. وقمت خلاص يعني ما لان انا شايف ان احنا قريبين جدا. احنا بنوصل لمرمى النادي المصري، ضيعنا اكتر من هدف، والله انا ما اخبيش عليك كان عندي يقين داخلي ان احنا مش هنخسر كده. يعني حتى لما جبنا الجول ما احنا ما وقفناش، واللعيبه كانت حالتها جميله جدا. عندهم اصرار غير عادي في الملعب ان هم يرجعوا للمباراه. فهي كانت مباراه فعلا قاسيه جدا على فريق المصري. كانت مباراه مبهجه جدا لفريق اسوان، ان انا نوصل باسوان للدور قبر النهائي في كاس مصر بعد 30 سنه من سنة 91 ما وصلوش. ده انا بعتبره من ضمن الانجازات اللي تحسب للاعبين وتحسب مجلس الاداره وتحسب للجهاز الفني. فالمباراه دي لا اشتغلنا بشكل كويس قوي 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 عليها، سواء داخل الملعب اللعيبه كان عندها اصرار، كان في توفيق معانا في احراز هدفين، هدف في الدقيقه 98 88 من الشوط الثاني، وهدف ثاني التعادل في 3 من الوقت الضايع. وتلعب اكسترا تايم، وده الافضل بقى كمان، ان انت ممكن وانت متعادل بس مع فريق زي النادي المصري خلاص ممكن تنهار بقى في الاكسترا تايم 30 دقيقه كامله. لا الولاد واقفين على رجليهم، ودي برضو يعني انا بحيي من خلالها الدكتور تامر اللي هو مخطط الاحمال او المعد البدني للفريق، ان الفريق قدر يلعب 120 دقيقه بدون ما يحصل اصابات او شد، وقدرنا وصلنا لغايه ضربات الجزاء، وكان التوفيق معانا لان احنا كنا
افضل واشتغلنا بشكل كويس في المباراه دي. الكابتن سامي الشيشيني، عشان اسيب بقى كلام عن اسوان، بعد ما مشي من تدريب اسوان بعد 4 جولات او 6 جولات تقريبا، قال انه اسوان والمحله من ابرز الفرق او من اقرب الفرق للهبوط. توليت حاجة بعدها المسؤوليه والفريق تحسنت النتائج نوعا ما، ولكن دلوقتي النتائج بعد بعض التعثرات الوضع الى حد ما مقلق. تفتكر اسوان هيكون احد الراحلين عن الدوري؟ لا، ما اتمنى ذلك. يعني اكيد. انما يعني هو الكابتن سامي هو كان شايف حاجه رغم ان هو اللي عامل الفريق. يعني يبقى انت في حاجه غلط، يعني ما تقول على فرقتك اللي انت كونتها ومجلس الاداره هو اللي ادالك الثقه ان انت تكون الفريق وتقال ان اتعرض لعيبه بشكل كويس، وهو كان له رؤيه، وكل تمام. طبعا مدير فني له رؤيه اخرى، شايفين ان المحله الى حد ما معدة. المحله يعني وضعه ضمن مريح اكتر بكتير، افضل طبعا. اسوان 32 نقطه زي ما قلت لك كابتن هاني، ان لازم نقول ان اسوان هيعاني. واذا كان المدير الفني نفسه اللي هو كون الفريق قال لك اول الهابطين، اللي انت عملت الفريق انت قلت اول الهابطين، صح. اذا لازم جمهور اسوان يعرف ان الفريق بالشكل ده هيعاني في الدوري. ان انا ومعايا الجهاز الفني ان احنا نوصل للمرحله دي، وبرضه انا مش هي دي اقصى امانيه ان انا اوصل بيهم للنقطه 24 برضه. زي ما الكابتن مجدي سبالك قال ان احنا لقينا ان الكابتن علي بيقول ان احنا ده انجاز ان احنا وصلنا للنقطه 24. لا، هو شيء كويس في ظل الظروف اللي عانى منها اسوان ان احنا نوصل لغايه المرحله قبل نهايه الدوري بـ8 اسابيع للنقطه 24. انما مش معنى كده ان احنا طموحنا هيقف، لا، ده احنا هنوصل. انما اسوان مازال مع الثلاثة اللي تحت والقريب منهم المقاولين، واعتقد ان المحله لو فضل ما يكسبش المباراه القادمه ممكن يخش، لان انا بقول المحله نقطه الهبوط او نقطه النجاه من الهبوط كام؟ 34 35. اسوان عنده مواجهه مع منافسيه من الاسفل، بعد ما خسر من وادي دجله عنده مواجهه مع البنك الاهلي، وعنده مواجهه مع الانتاج الحربي، وعنده مواجهه مع حد من اللي فوق قوي الاهلي. فبالتالي المواجهات مش سهله بالنسبه لفريق اسوان، والدوري مش سهل بالنسبه لاي حد في الجولات المتبقيه على القمه وعلى القاع. طيب نسيب بقى اسوان شويه واسال عن الكابتن علاء عبد العال شويه قبل ما اسال عن ماتش بيراميدز والاهلي. كابتن علاء، بعد الرحيل عن تدريب اسوان، هل في اي حاجه ولا الموسم بالنسبه لك تركيز على الموسم اللي بعده؟ هو طبعا الموسم بينتهي، يعني سواء في الدوري الممتاز خلاص ما اعتقدش ان في حد هيفكر انه يغير مدير فني. يمكن بيراميدز بس هو اللي عملها، وكان لازم يعملها من بدري شويه. من بدري لان انا بقول مشكله بيراميدز ما كانتش في الاداره الفنيه، انما هي السيطره على اللاعبين. ودي برضو من اهم عوامل نجاح المدير الفني، ان هو ازاي يسيطر على النجوم اللي معاه. فممكن يبقى مدرب كويس قوي، ممكن يبقى السي في بتاعه كويس قوي، لكن كقياده او سيطره على النجوم مش موجوده. فدي ده كان بيبان لك؟ اعتقد واجهته بيراميدز، الماتش خلص 2-0 لبيراميدز. 2-1 2-1 2-0 او 2-0 2-0 كان الفرقه حسيت بعدم انضباط، بعدم سيطره رغم فوزهم. انا بتكلم بقى على الفرقه، حسيت ان الفرقه ما عندهاش الجديه اللي لازم تكون في الفريق الكبير؟ لا، هو مش عمليه ما فيهاش انضباط، لا، هي فيها نجوم. انما الانضباط داخل في قصه ان انت مجبر ان انت تلعب كل لان لو ما لعبتش نجم منهم هيزعل. فانت ممكن يحصل بقى ايه، عشان تلعب فلان يبقى تلعبه في غير مركزه عشان خاطر يبقى موجود في الملعب، وواحد تاني في مركز اخر عشان كل النجوم دول يبقوا موجودين في الملعب على حساب لعيبه كويسه في مكانها. يعني انا مثلا على سبيل المثال، ما ينفعش رجب بكار يمشي من بيراميدز. يعني رجب طبعا بكار، رجب بكار ده ابن من ابناء كابتن علي عبد العال في الداخليه، يعني باك يمين مميز جدا، وكان عامل موسم هايل الموسم اللي فات مع بيراميدز. يمكن انا بقول ان هو اتظلم. اتظلم في وجود طبعا احمد فتحي نجم كبير ولاعب كبير طبعا، انما اخلي رجب بكار، يعني مش احمد فتحي هيبقى موجود كل المباريات. فهي من النوعيه دي. فهو ممكن يبقى فنيا عالي قوي، السي في بتاعه عالي قوي، انما عدم السيطره على النجوم دول. ودي برضو كان لازم الجهاز الفني المصري
يساعده يعني ان برضه يبقى لان مهم جدا الجهاز الاخر يبقى موجود معاه. طيب فالكابتن علي عبد العال بيفكر في ايه من الموسم الجديد؟ لا انا منتظر يعني منتظر. انا برضه عشان اقول لك حاجه، انا جالي عرض من احد الانديه المميزه جدا وانا في اسوان. كان مين الفريق ده؟ لانه كان واضح انه فريق نص اول في الجدول مش كده؟ لا مش نص، فريق صاحب امكانيات كبيره يعني يمكن فريق شركات يعني البنك الاهلي. البنك الاهلي على سبيل المثال قبل ما يجي الكابتن خالد. تمام، بعد رحيل الكابتن محمد يوسف. بالظبط كده. تمام. وتحدث معي احد المسؤولين وكنت وصلت يعني وصلوا معايا وفعلا وصلوا معايا المرحله ايه اللي عطلها؟ اتكلمت معاهم في احترامي لتعاقدي مع اسوان. لان كان هيبقى صعب جدا ان انا اسيب اسوان في الوقت ده، رغم ان ماديا اعلى بكتير، وزي ما قلنا إن كان صعب جدا ان انا اسيب اسوان في الوقت ده، وفي نفس الوقت ان انا اروح لفريق منافس لي، لان احنا صح في الوقت صح ده كان هيبقى صعب جدا وانتقادات وانا مش هرضى. مبدا مهم فده كان مبدا فبالتالي يعني ما حصلش. لو رجع بيك الزمن هتاخد نفس القرار بانك ترفض الانضمام لهناك ولا تروح؟ بعد اللي انا شفته بعد اللي انت شفته ده قصدي من السؤال، او بعد اللي حصل يعني كنت لا، لو كنت عارف ان هيحصل كده ما كنتش كنت هتروح؟ ما كنتش هروح. لا ما كنتش فين بالنسبه لفين؟ ما كنتش هترفض البنك الاهلي؟ لا البنك الاهلي لا 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 ما لا، كنت هصمم على موقفي انك تبقى في اسوان. انا لان احترم تعاقدي مع نادي اسوان. انا فهمت السؤال. فهمت السؤال انه لو كنت عارف اللي هيحصل كنت هتمسك اسوان من الاول. كنت اعتذر. ده مفهوم. طيب خليني اسالك عن الاهلي وبيراميدز بكره. طبعا. الاهلي ما شاء الله يعني في افريقيا وصل للنهائي فعمل اللي هو عايزه لحد ما يرجع للقصه تاني، فرجع للدوري بعد 50 يوم غياب او اكتر قليلا، بيلعب مع بيراميدز اللي لسه مودع الكونفدراليه. ففي تشابك في المعطيات. شايف الماتش بكره ازاي؟ هو مباراه صعبه على بيراميدز، لان بيراميدز خروجه من الكونفدراليه ده اثر سلبيا في معنويات اللعيبه اكيد. النادي الاهلي زي ما احنا عارفين وبنبارك له طبعا وصوله النهائي، ونتمنى طبعا فوزه ببطوله دوري ابطال افريقيا في حاله انتعاشه. والنادي الاهلي قادر بادارته والجهاز الفني يفصل ما بين افريقيا وبين الدوري المصري، خلاص هي بياخدها مراحل. هو خلص المرحله الافريقيه بيستنى للنهائي، واعتقد ان هو هياخد المباراه دي خير واعداد. هو عارف ان هو خسرته لاي نقاط في مباراه الدوري بتصعب مهمته في الاحتفاظ ببطوله الدوري، لان الزمالك ماشي بشكل كويس قوي. فهو عليه ان هو يحصل الزمالك من خلال المباراه المؤجله. فهي مباراه ما بين لاعبي بيراميدز بالجهاز الفني الجديد اللي هم عايزين يثبتوا ان هم نجوم بالفعل، فهتبقى مباراة انا بعتقد انها مباراة هتبقى شيقة جدا ومباراة جديرة بالمشاهدة والمتابعة. فنتيجتها دايما تعودنا ما بين بيراميدز والاهلي الموسمين اللي فاتوا دول نتيجة غير متوقعة، لان في هنا نجوم وفي هنا نجوم، انما الاكثر استقرارا هو النادي الاهلي. وصفت موسيماني بانه ذكي، مدرب ذكي جدا. ذكائه جاي منين يعني، او ليه تصفه بالذكي؟ لانه بيتعامل مع كل مباراه على حده. راجل بيدرس ما بيستكبرش. ما بيستكبرش ان هو يدرس الفرقه اللي قدامه. ما بيستكبرش ان هو يقرا المنافس ويعرف نقاط القوه ويشتغل عليها. يعني دايما النادي الاهلي كنا بنشوف ان هو النادي الاهلي. فممكن انزل اهاجم على طول وفي الاخر الاهلي يخسر، وشفناه في مباريات كتيره زي سان داونز في افريقيا، زي قبل كده خسر من الترجي اعتقد 3 او حاجه زي كده. فهو الراجل لا، راجل ذكي جدا، بيتعامل كل مباراه على حده، بيقرا المنافس وبيبدا يحضر شغله للمنافس اللي هيقابله في التدريبات. ايوه، فهتلاقي شغله متنوع باستمرار. فانا بعتبر ان ده ذكاء منه. راجل بيحترم المنافس وبيحترم الفريق اللي قدامه دايما، عشان كده هو محقق انتصارات بشكل جيد. من لا يستحي لا يستحي ان هو يدافع في بعض المباريات في سبيل ان هو يكسب ويحقق، زي ما عمل قدام الترجي مثلا ذهابا، بل وكسب يعني، عرف يدافع وعرف امتى يهاجم فكسب. بالظبط. طب مين الاقرب للدوري، الزمالك المتقدم بالفرق اللي وصل ل 20 نقطه عن الاهلي، ولا الاهلي اللي عنده قدره لو كسب ماتشاته يتفوق على الزمالك باربع نقاط؟
هو الزمالك حط الاهلي تحت ضغوط آه. ان الاهلي لازم عشان ياخد الدوري لازم يفوز بكل المباريات المؤجله، فدي نقطه لصالح الزمالك. هل الاهلي قادر انه يحصل النقاط؟ فعشان كده ما نقدرش نقول مين اللي هياخد الدوري او مين الاقرب الا لما الاهلي يتساوى مع الزمالك في المباريات المؤجله. وعجبني تصريح كابتن سيد ان بيقول يعني هو بيقول ان النادي الاهلي بعض بيقول ان هو بيجري ورا نادي الزمالك، لا بالعكس، هو لو الاهلي فاز بكل مبارياته اعتقد هو اللي هيسابق نادي الزمالك باربع نقاط. مظبوط. فدي عايزه جهد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي لان هيلعبوا في توقيتات متقاربه جدا، واعتقد ان هو عنده من كم اللعيبه اللي تقدر تنفذ الشغل ده. تكيس جونيوس المدير الفني الجديد لبيراميدز بعد وادي دجله اسلوبه واضح انه مختلف تماما عن لعب اروى برينا، هيلعب بنفس الاسلوب اللي كان بيلعب بيه مع دجله وهو ماسك بيراميدز ولا هيغير علشان اللعيبه اللي موجوده في الفريق؟ لا اكيد هيلعب بنفس الاسلوب بنفس بتاعه. اسلوبه هو، لان هو كل مدير فني بيبقى استمرار له اسلوبه. تمام. هو هيجد في بيراميدز اللعيبه اللي تساعده اكتر. لان يعني طبعا هو عمل طفره كويسه قوي بالامانه لازم نقول في دجله، انما كان عنده عيب خطير جدا ان المباراه سيمترياليه واحده. يعني هو بيقسمهاش باشكال، ما بيقسمهاش، انا ما ببقاش كسبان وبرده انا مستمر ان انا اهاجم وي وي. وخلي بالك لو لم يعدل من طريقته مع بيراميدز هتقابله مشاكل. ليه؟ لان بيراميدز مشكلته او مشاكله كانت دفاعيه برضو، ان ممكن هم عنده نجوم كبار جدا في النواحي الهجوميه ممكن يوفق او ممكن لا يوفق، انما كان عنده مشاكل في النواحي الدفاعيه. فاذا كنت انت او اذا كان هذا المدرب هيركز في النواحي الهجوميه فقط على حساب النواحي الدفاعيه اعتقد هتقابله بعض المشاكل. انما مع الفارق، معلش اكمل الحته دي، مع الفارق ان هو لما هيوصل هجوميا بفريق بيراميدز هيجد اللعيبه اللي تسجل له اهداف كتير عكس امكانيات لعيبه وادي دجله. طيب نروح للشوط الثاني، اسئله سريعه كده مع بعض. يلا الشوط الثاني هبدا بهدف، لو قدامك اختيار يعني انك تحقق واحد منهم هتختار ايه؟ تدريب منتخب مصر ولا تدريب الاهلي ولا التدريب خارج مصر؟ لا طبعا رقم واحد منتخب مصر، رقم اثنين النادي الاهلي، رقم ثلاثه خارج مصر. طبعا منتخب مصر ده حلم لاي مدير فني، انما اتمنى في يوم من الايام طبعا مدرب للنادي الاهلي برضه. كورنر، هتحكي لي اشهر موقف مع الاسماء اللي هقول لحضرتك عليها، واغلب وكلهم لعبوا مع حضرتك كلاعبين يعني حضرتك كنت مدربهم. اسلام جابر لاعب الزمالك الحالي اللي دربته في الداخليه وانضم للمنتخب في وجودك. اسلام كنت بلعب المقصه احدى المباريات ولقيت لاعب نزل اخر 10 دقائق، لاعب مميز جدا يعني يعني صغير وبتاع، فسالت عليه قالوا ده من ناشئين النادي او جايبينه من شارع الدخان. ناشئين النادي اللي هو ناشئين نادي المقاصه. المقاصه تمام. ده انا كنت بلعب المقاصه ولاعب نزل في اخر 10 دقائق وكسبنا اعتقد المباراه دي. فجه الموسم الجديد كلمني كابتن وائل فؤاد الوكيل بتاعه ان هو الولد ما عندوش فرصه ان هو يلعب في المقاصه. قلت له انا عايزه على طول. تمام. فجبته وتالق اسلام جابر ومع نادي الداخليه ودخل من خلال لعب النادي الداخليه منتخب مصر. مظبوط. طيب صلاح محسن دربته في ام بي. ايوه. ايه اشهر موقف ممكن تحكيه عنه؟ صلاح كان بيطلع يتمرن مع المدربين وما كانش بيشارك في المباريات الرسميه خالص. تمام. لقيت لعيب مميز، لعيب عنده سرعات، شاركته معايا في الفتره اللي انا كنت متولي فيها ام بي. يمكن اشتغلت بيه عشان هو لعيب عنده سرعات، اشتغلت بيه في الاطراف برضو مع انه مهاجم. واعتقد دي كانت بداية معرفة الناس بصلاح محسن. ووجد فرصة حقيقية للعب مع نادي ام بي رغم انه صغير في السن. وبرضو لازم اقول ان الكابتن ايهاب جلال جه وظفه بشكل افضل او خلاه يلمع بشكل ممتاز، ودي حاجة محترمة جدا منك انك بتدي الحق لاصحابه. نصحت صلاح محسن قبل كده نصيحة معينة؟
لا مش نصيحة، انما قلت له انت لعيب كويس، قلت له انت هتستمر. انما اتكلم على مجدي قفشه يعني انا معلش انت ما اعرفش هو محطوط في الاسماء ولا حط، بس احب اسمع منك. مجدي قفشه اما رحت ام بي كان بيعار بقاله موسمين لنادي الرجاء السكندري. انا اعرف مجدي كويس قوي ولعب قصادي مع الداخليه وانا بلعب الرجاء. ايوه. فلما رجيت ام بي هو خلاص المفروض ان هو ملوش مكان في ام بي، فصممت ان هو يتواجد في 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 نادي ام بي في بدايه الموسم. ايوه. ودخل مجدي قفشه معانا وبدات، ومجدي كان بيلعب على فكره طرف يمين او شمال باستمرار، بدات اوظفه كرقم 10 اللي هو افضل مكان ليه دلوقتي، والحمد لله يعني ده حاجه تسعدني يعني. بتكلمه لغايه دلوقتي؟ يعني لا مش بكلمه تليفون، انما لما بتصادف ان انا بقابله. طبعا الولد يعني ما شاء الله مهذب جدا ومتواضع جدا. اوت قرار لو رجع بيك الزمن مش هتاخده، ده سؤالي الاخير. تدريب اسوان ولا تدريب ام بي ولا تدريب الشرقيه؟ لا تدريب الشرقيه. تدريب الشرقيه مرحله تحب تنساها دايما. دايما. لا بس انا خلي بالك يعني ما لما لقيت الامور صعبه جدا ما كملتش يعني. يعني سبتهم دور كامل لاني قريت ان المشهد ان صعب جدا الشرقيه تكمل الموسم. صح. سؤال سالتوك ثلاث مرات قبل كده فهسالك مره رابعه واخيره. ايه هي؟ ساعه ما رفعت التيشيرت الاحمر في ماتش الزمالك كان قصدك بيه الاهلي ولا الداخليه؟ بعد مرور سنتين فعادي يعني في حاجات بتسقط بالتقادم. لا هو عارف انت اللي عايز يجيب حقه. واخد بالك؟ طب هو الاهلي اهو بقى. فهي جت كده. مصمم. مصمم. كابتن علاء كالعاده بتبسط جدا بوجودك معايا، شرفني جدا وجودك، ومره ثانيه سعيد بوجودك وربنا يكرمك دايما وكل سنه حضرتك طيب بمناسبه 30 يوم. طيب هاني والشعب المصري كله بخير ورئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل خير ان شاء الله. شكرا. شكرا ليك. شكرا. شكرا ليكم، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصرنا الجميله الطيبه بخير. 30 يونيو وعقبال 100 سنه في سعاده وازدهار باذن الله. تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت. هنتقابل باذن الله السبت في اسبوع جديد، فانتظرونا. الى اللقاء.